بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم أسامة عزت من قناة يلا نصلح. النهاردة مع الجزء الثاني يا جماعة بالنسبة لفيديو المروحة. كنا وعدناكم في الفيديو الأولاني إن إحنا هنصور لكم المروحة اللي هي بتتلف بطريقة ميكانيكية. طبعا إحنا في الفيديو الأولاني شرحنا إزاي إن المروحة بتلف بطريقة كهربائية اللي غيرنا فيها الموتور اللي بيخليها تلف يمين وشمال. النهاردة هنشوف مع بعض المروحة اللي بتلف يمين وشمال بالطريقة الميكانيكية بطريقة التروس. مع بعض كده هنشوف المروحة بتتفك ازاي الأول، وبرده هنشوف طريقة فكها وتنظيفها، وهنغير مجموعة التروس مع بعض نشوفها هتتغير ازاي. خليكم معايا. في مسمار ورا اهو زي ما انتوا شايفين، ده بتاع جسم المروحة، هنفكه وهنفك القفص اللي هو السلك دوت عن طريق الإقفال ده اهي. اهو فكينا القفص اهو زي ما انتوا شايفين كده عن طريق الإقفال ديت، الإقفال دي زي ما انتوا شايفين اهي، ده بيترفع كده وبينزل بيقفل على الاتنين دول. طبعا الإقفال كلها بالطريقة دي اهي. وبرضه هنفك دي، معمولة مربوطة بمسمار يا جماعة اهو زي ما انتوا شايفين. في مراوح تانية بتبقى ليها صامولة هنا بتتفك يمين برضو، والمسمار ده بيفك يمين برضو اهو زي ما انتوا شايفين، كأني بربطه بس هو كده بيفك اهو. فكيت المسمار اهو وبخرج بالريشة بتاعتي وبفك الصامولة دي عادي، بتتفك شمال نفس طريقة المروحة التانية برضو. كل ده هنفكه وهيتغسل. بفك الظهر ده بالمسمار اللي ورا اللي انتوا شايفينه ده اهو. وبخرج بالظهر بتاعي وبفك الصباع اللي فوق ده بمسمار ماسكه اهو. فكيت يا جماعة المسمار اهو زي ما انتوا شايفين بتاع الصباع، وهخرج بالظهر بتاعي. خرجت اهو، كل الحاجات دي طبعا هتتغسل. اجي بقى لطريقة التروس، اجي بقى لطريقة التروس اهي يا جماعة. في مسمار هنا اهو ماسك اهو، ماسك علبة التروس، ادي مسمار هنا اهو ومسمار هنا اهو، هفكهم وهرجع له. كده فكيت المسمارين اهو يا جماعة زي ما انتوا شايفين، وهخرج بالترس ده كده خرجت بيه اهو. شايفين مجموعة التروس دي يا جماعة اهي، دي فيها بلية هنا اهي، البلية بتاعت الزنق دي اللي بتخليها تخش في قلب الترس الكبير ده وتلف مع الاكس بتاع الموتور. شايفين اكس الموتور ده، الترس الكبير ده بيلف مع ترس الموتور. مجرد ما انا انزل الصباع ده، الصباع ده بيعشق مع الترس الكبير دوت اهو، الترس ده بيعشق مع الترس ده ويلف يمين وشمال، يخلي المروحة تلف، يخلي الترس ده يلف. وتحت هنا مع الدراع ده هوت، شايفين الدراع ده هو ده اللي بيخلي المروحة تلف يمين وشمال. الترس ده بيتغير كله يا جماعة اهو، بفكه هوت. بس خدوا بالكم في بلية هنا اهي، بليتين، في بليتين زنقة هنا هوت بيخشوا، ادي بلية بسوستة وبلية هنا الناحية دي بسوستة، هي البلية وقعت هجيبها دلوقتي عشان تركب، وبيخشوا زنق هنا. مجرد
ما بيخشوا زنق هنا، بيقفل مع الترس اللي تحت دوت ويعشق في قلب السنون دي. شايفين السنون دي؟ اهي البليتين بيخشوا في السنون دي، بيخلي الترس يلف مع الترس بتاع الاكس بتاع المروحة. طبعا الترس ده بيتاكل، فده سهل تغييره. بروح للراجل بتاع قطع الغيار بتاع المراوح واقول له انا عايز ترس بتاع المروحة اللي بيخلي يلف يمين وشمال، ده كبير وبتاع 10 جنيه، برضو بجيبه وبغيره عادي، سهل جدا. دي طريقة فك الايه، الترس اللي هو. هنجمع دلوقتي مع بعض ونشوف بتتجمع ازاي. عرفتوا الفكرة يا جماعة؟ ادي فكرة، ده الجزء اللي بيبوظ وبنغيره، بنروح نشتريه من عند الراجل بتاع كده على الغيار بتاع المراوح والتلاجات والغسالات والحاجات دي. تمام. الفكرة يا جماعة ان هي حركة ميكانيكية بتتنقل من هنا لهنا، البلية دي بتخرج بتبات هنا، لما برفع فوق بعزل التروس عن الترس اللي تحت الكبير ده اللي بيتحرك، اللي بيحرك الدراع، وده بيتحرك عن طريق الاكس بتاع الموتور اللي هو بيتلف. تمام. دلوقتي احنا هنركبه تاني، انا مبيت البليتين اهو في المكان بتاعهم، وببيت الترس مكانه. شايفين الترس اهو، ده بيلف عن طريق الاكس اهو تحت، بيلف بيخلي الترس اللي تحت الكبير ده اللي هو ماسك الدراع يلف، يخليه يروح يمين وشمال. عرفنا القطعة اللي بتتغير سهلة جدا يا جماعة اهي، وبنروح نشتريها ب5 جنيه، وبنملاها شحم عشان التروس ما تاكلش ببعضيها زي ما انتوا شايفين كده. بنملى العلبة دي كلها شحم كده، يعني لو لقينا المروحة ما بتلفش يمين وشمال يبقى هنفك العلبة بتاع التروس دي ونجيب القطعة اللي احنا شاورت لكم عليها بس، ونيجي نركبها تاني مع الشحم ده، ونقفل العلبة بتاعتنا. نقفلها بالمسامير بتاعتها عادي خالص. هربط المسمارين دول ورجعنا لكم تاني يا جماعة بعد ما قفلنا طبعا الوش اهو زي ما انتم شايفين. بس ما تنسوش لو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والشير وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان الاستمرارية بس يا جماعة، وتشجعونا على اللي احنا بنعمله ده. كده هنقفل اهو القفص السلك اللي ورا ده، وهيتربط بالصامولة بتاعته عادي خالص. وهنقفل الظهر بتاع الموتور اهو. في حاجة يا جماعة عايز اقول لكم عليها تاخدوا بالكم منها، في صوابع ما بتبقاش بمسمار، بتخش كبس في قلب الصباع الحديد ده، فلو ما لقيتوش المسمار ده عادي شدها عادي هتطلع معاك. وبنبدأ نقفل عادي خالص. وابدا اركب الصباع بتاعي كده، بقفل الصباع بتاعي يا جماعه اهو بالمسمار عادي،
زي ما قلنا قبل كده ان الصباع ده ممكن يخش كبس وممكن تلاقيه بمسمار زي كده. خلاص يا جماعة اهو ربطنا اهو المسمار اهو، وبرده ثبتنا المسمار اللي في الظهر ورا اهو، بنربطه عادي خالص. واجي اروح مقفل الريشة بتاعتي برضو. طبعا المروحة نتفت يا جماعة زي ما انتوا شايفين. احنا قلنا المسمار ده فكناه يمين يبقى هنربط شمال اهو. ودي كانت طريقة تنظيف وصيانة المروحة، وفي نفس الوقت بغير مجموعة التروس اللي ورا وبقفل الوش بتاعي. بالإقفال بتاعته عادي خالص. كده يا جماعة بعد ما قفلنا الوش اهو زي ما انتوا شايفين، وقفلنا الصباع اللي ورا وقفلنا الظهر، هنجرب مع بعض وهنشوف المروحة هتلف معايا ولا لا. هي بتلف اهي زي ما انتوا شايفين كده اهو. انا بس عشان الصوت المروحة بتلف يمين وشمال اهي. مجرد ما هرفع الزرار خلاص المروحة وقفت، هنزل الزرار تاني اهي بتلف. وكده لو عجبكم الفيديو يا جماعه يا ريت متنسوش اللايك والشير، تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. شكرا.